هذا هو رد فعل سيلة. أثارت العقوبة الممنوحة لمسلسل شرب توتي البري من بطولة سيلة ترك أوغلو ردود فعل من الفنانين. العقوبة المفروضة هي وقف البث لخمسة أسابيع متتالية. ستبدأ هذه العقوبة في 7 أبريل. هذه العقوبة قاسية جدا وغير متناسبة. يتم بث العديد من مشاهد العنف على شاشة التلفزيون، ومع ذلك لم يتم فرض مثل هذه العقوبة على أي إنتاج من قبل. هذا ظلم فادح. لقد تلقيت صورا للأشخاص المتضررين من هذا الظلم. بعد هذه الصور اتجهت الأنظار إلى سيلة ترك أوغلو وفاروق ترغوت. قال فاروق ترغوت إنهم سيعارضون هذه العقوبة وأنهم سيرفعون القضية إلى المحكمة ولن يستسلموا أبدا. لن نستسلم أبدا للمباريات التي يلعبها الأشخاص الذين لن يلعبوا أبدا خلف ظهورهم. ما رأيكم؟ شاركوني بأفكاركم في قسم التعليقات بالفيديو.